طيب إذا ما ذهبنا إلى الرئيس الحالي جو بايدن، يعني كما قلت هو ورق ربما تحرق سريعا، ولكن إذا ما تحدثنا عن الرئيس الذي يدافسه الآن على الانتخابات القادمة، إذا لم يأتي جو بايدن سيأتي ترامب. لا. ترامب قال أن إسرائيل خسرت معركة العلاقات العامة في هذه الحرب، وعليها أن تدرك ذلك. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني الترويج له، ترويج للجمهوريين. شوف يعني الاستطلاعات أو الإحصائيات التي تقوم بها المراكز الأمريكية المتقدمة تشير، ومن سنوات تشير إلى أن 85% من المواقف الداعمة لإسرائيل هي من الحزب الجمهوري اللي هو الآن يتصدر ترامب، يعني هو المرشح الآن عن الجمهوري. عن الجمهوري الأكثر تأييدا لإسرائيل، يعني 85 مقابل 65 للديمقراطي. شوف إذن هو هنا يعني هنا يتكلم على غير ما تشير له المواقف التاريخية، من خلال مثلا يعني العودة للمواقف التاريخية وقراءة المواقف التاريخية نجد أنه الأكثر دعما وتشددا الجمهوريين طبعا. لذلك ما يطرح قبل الانتخابات هو للتسويق الانتخابي. إذن هنا يعني نستخلص بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني مهما يعني اختلف من يحكم الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الاستراتيجية الأمريكية تجاه دولة إسرائيل أو تجاه إسرائيل، هي ليست دولة هذا الكيان، هي متقاربة بالنتيجة. خذها من الستينات السبعينات، أنا إحنا نذكر يعني كل المراحل التي مر بها الصراع العربي الإسرائيلي. أمريكا هي نفس الموقف، كانت داعمة بالحرب 67 دعما كبيرا، وداعمة إحنا قلنا 67 73، ما هي كانت داعمة نفس الشيء لإسرائيل. فلهذا أي يعني أي فقرة أو أي مرحلة من مراحل الصراع العربي أو الإسرائيلي العربي هو مرحلة من الدعم الأمريكي. أمريكا لم تتخلى يوم عن إسرائيل. طوفان الأقصى توضع نقطة من نقاط الصراع العربي الإسرائيلي، من أهم النقاط. يعني هو شوف يعني راح تقول مثلا ماذا قدم العرب لهذا الأمر، لكنه من أهم على الأقل حالة العرب، من أهم حالة العرب إلى أين وصلت، من أهم مراحل الصراع. طوفان الأقصى مرحلة سوف لن يغفلها التاريخ الحقيقة. يعني طوفان الأقصى على الأقل كشفت هذه الأنظمة التي يعني عندما قلنا لما انطلق الربيع العربي وعارضنا الكثير من أن هاي نتائج مواقف الأنظمة، لا تستطيع أن تجتمع على موقف معين يعني يعطي إشارة معينة إلى أنهم تجاه هذه القضية. أما أنه يعني المقاومة في غزة وعملية طوفان الأقصى، هذه يعني المرحلة حتى وإن جاءت بهذه النتائج الكارثية التي تألم لها قلوبنا وتدمى لها قلوبنا، لكنه يعني ليس لدينا البديل. هذا بلد محتل يا أخ، بلد محتل منذ بداية الاحتلال نهض حق المقاومة للشعوب التي أو للبلدان التي تحتل. حق المقاومة مقرر بموجب القانون الدولي، يعني قاعدة عندنا بالقانون الدولي يقول لا مقاومة ضد مقاومة. المقاومة الحقيقية تنهض لمن؟ للفلسطينيين. إلا أنه الإشكالية مو هي الإشكالية التي ترجع لها إحنا، القضية الفلسطينية كذلك الاختلاف بالداخل الفلسطيني يا أخ عامر كذلك لا يختلف عن موقف الدول العربية. الخلاف داخل يعني ما بين موقف السلطة وما بين موقف حماس. ما هي السلطة عقدت اتفاق أوسلو، وباتفاق أوسلو حيدت أو حددت حقيقة موقف المقاومة. هل نكون صريحين يعني؟ ولهذا الإسرائيلي يتكلم يقول كان عندي اتفاقية أوسلو،
يعني هذه حتى لم تعد يعني ترضيه أصلا. ها؟ حتى لم تعد ترضيه أصلا. لا ما عاد ترضيه بالضبط، يعني ذهب إلى الأكثر من أوسلو إلى عربة إلى، فهي المواقف أساسا هناك تناقض ما بين المواقف ما بين السلطة وما بين حركة المقاومة التي لا يمكن لها أن تتنازل عن حقها. أنت تتنازل عن حق المقاومة خذ دولة، وين الدولة؟ هو ما نعطيهم دولة الآن؟ إحنا الآن يعني بعد 30-40 سنة ها نتحدث، أنا أقصد يعني من ما بعد 67 يعني نتحدث إنه يعني هل الولايات المتحدة الأمريكية راغبة بأن تعطي دولة؟ طيب ما هو أساساً ما بعد أوسلو يعني ذهب عرفات وذهب ما بعده عباس وجلسوا وأصبحوا من عضو مراقب إلى عضو ما أدري إيش من الدرجات داخل الأمم المتحدة، يعني ماذا حققنا؟ يعني ماذا حققنا؟ فلهذا يقول لك أنا إذا ما قاوم أنا غير موجود، وهذه النتائج يعني.